فاطمة؟ يلا. يسلموا، شكرا. اخي أي؟ انا مضطره اروح هلا. الله معك، فيك تروحي، روحي مهونه. حاجه تطلعي بالساعه؟ يا دوب بيكون وصل على الشط، يعني رح يستنى. اطمني. تقلي شوي. فاطمة مرت أخي، إذا ما رحت بيزعل مني. يعني أول ما بدق لك تروحي لعنده؟ تقلي حالك شوية عليه ولا هبلة. عم تضحك؟ كتير مبسوط؟ تفضلي مريم، اشربي كاسة شاي. بمرق لعندك وأنا راجعة أخي. اجت حبيبة القلب مصطفى، فرجينا ضحكتك. يا حسرة علينا، ما حدا بيستقبلنا. رئيس، مرتك قبل ما تتزوجوا كانت تستقبلك على الشط؟ لا والله، ولا كانت تستقبلني على الباب حتى، لك بحياتها ما اجت تستقبلني على الشط، بتصدق؟ يا نيالك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله ما تركتوا سمكة بالبحر. اصطدتوا منيح؟ على وشك انت. استني شوي، بخلص شغلي وبجي، بعدها منروح منشوف البيت. راجع لك. عنك رئيس؟ لا روح انت هلا، لا تنطرها. ما بيصير معلمي. حاجتك بقى، بتكون مشتاقة خيرات الله. سيدي بتستنى. ان شاء الله انبسطتوا بهالسفرة. ايه ايه والله انبسطت. حسن امور معلم، بدك تاخذ عرباية من هون وبتروح تجيب الشناتي تبعي وتبع عمي، تلاقي اسمانا مكتوبة عليهم. امرك معلم. روح انت معه الله يرضى عليك، بلكي ضيع له شي شنتايه. استنى حسن، خذ حدا معك. الحمد لله على السلامه يا صهر. مرحبا. الحمد لله على السلامه. كيفك؟ اخذي حبيبتي. حبيبي اشتقت لك. السلامه.
الله يسلمك، شو الأخبار؟ شو وين شنطيكم؟ راح السوفير ليجيبه. خلونا نمشي لكان. كيفك بابا؟ أخيرا رجعتوا. عمي هو السبب والله. سيد منير كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ لك ما قلت لك روح معه مشان الشناتي؟ حسن رح يجيبهم. حسن شو عرفوا فيهم؟ أنت مو معقول. لا تاكل هم الشناتي حبيبي، اطمن حسن رح يدير باله عليهم. وين السيارة؟ ليك هنيك هاي الشوفير. شوب مو طبيعي. عثمان لحظة هلأ برجع. لوين رايح؟ تعال هون. شو أخبارك؟ أنا منيح، آسف جبتك لهون، خفتيش حطولي السيارة. يعني أنت جاي لتستقبلني؟ لا مستني مراد، بيكون وصل. لا يعني كان معنا بنص الطيارة؟ مين هالشبية اللي واقف يلعي معه؟ كريم ابن لنوادر بنته الست. لا تجيب لي سيرة هالحقيرة. خلصنا عثمان. يلا دقيقة بس. استعرت السيارة من المعلم غالب لأستقبله فيها. ايه منيح منيح كتير. سليم ما اجى معكم؟ رح يجي هو وخطيبته لحالهم، يمكن يوصلوا المسويات. عثمان يلا بدنا نمشي. يقطع عثمان وساعته. يلا روح لعندهم بعدين بشوفك اخي. طيب ماشي عن اذنك. الله معك. اركض. معقول تنطرنا كل هالوقت؟ بدك ما تأخذني، بس صار لي أكتر من سنة مو شايفه للزلمة. هنن بيضلوا موجودين هون مو؟ ايه هو وأمه بيعتنوا بالحيوانات تبعهم. الله ياخده إن شاء الله ويخلصني من هالمرأة. لو قدرنا نقنع على هالحكيمة مريم كل أهل الضيعة بيوافقوا يبيعونا أراضيهم. ليش وأنت شو شغلتك منير غير هاي؟ لا إلى حل لأنه إذا صدر قانون مستحيل نقدر نشتري الأرض منهم، وقتها رح نخسر. أنت مستوعب هالشي؟ أخي والله عم نحاول معهم بس مثل ما بتعرف ما عم يقبلوا، ومريم هي السبب. لنخلص من هالخطبة وقت لك الحادث حديث أنا يلي بدبرها. يسلموا أختي، الله يرضى عليكي. الحمد لله على سلامتك أختي. يسلموا دياتك إن شاء الله، وكم يوم بدهم ليطيبوا؟ لا تخافي رح تلحقي تدبكي بارس ابن رشاد، لا تاكلي هم بيطيبوا. ما شاء الله عليها، إيدها تقولي بلسم دغري بالطيبي. أنا دغري حبلت الله يخلينا إياها. حاجتك بقى لا تبالغي مو لهالدرجة، الله يلي بيشفي. يلا بخاطركم. مع السلامة. هوني. ممنوع تصف هون. حاضر. مراد يلا بسرعة رح يخالفوني. لك ليش واقف هيك؟ اطلع بسرعة، هي فيها مخالفة. يلا حرك حرك. وأنا كمان انبسطت بشوفتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لك صار لي ساعة ناطرك هون والكل طلع إلا أنت. كان في كتير زحمة لهيك قلت لحالي بشرب لي فنجان قهوة. ايه شو في ما في؟ كله تمام. شكلك عم تلعب حديد من ورانا، لياقتك متحسنة كتير. يا طوال الوقت بالنادي ما بتكنس من هنيك. والله عن جد؟ شو جنيت مراد؟ لمين بدي اترك الورشة؟ ما بصدق، بدك تقنعني؟ انت عم تلعب حديد، ما راح اقتنع. كنت بنفس طيارة بيت رشدان؟ بس انا ما شفتهم. عثمان قال لي ما شافك، كانوا بجناح رجال الاعمال. قال لي سليم بيوصل المساء. كثير منيح، رح نرجع نجتمع من جديد. شو هاد؟ غير لي هالمحطة لك ابني غيرها. هاي سيارة المعلم غالب حبيبي.
الله يسلمك. لا تروح وما ترجع، بعد يومين عنا طلعة كمان. ها طمن. هلا خلينا نروح بالأول ونشق على البيت. كمان بدك تروح معهم بعد يومين؟ والله مشتقت لك. شو بساوي؟ لازمني شوية مصاري. لا تعبسي، ما بيلبق لك هيك. اشتقت لك كثير، ما فيني اتحمل بعدك عني. يلا جهز البيت بسرعة لك. انت بتأمري، بعد ما نتزوج ما رح بعيد عنك. قلت لك خلينا نسكن مع امك وابوك لبين ما يخلص. ها هي خلصت جهازي، خلينا نتزوج. لا حبيبتي، ما بدي اعلى بلسان اهلك، ومرت اخوكي رح تفضحني وتقول مصطفى ما جهز بيته. بتصير تقول ابصر ليش لفلفوا القصه وتزوجوا بهالسرعه هي. اصبري حبيبتي ليجهز البيت، بعدها بنتجوز. وقتها ما حدا بيطلع له يحكي، ورح ضمك وشمك على كيفي. أهلين، شرفت مصطفى بيك. شلونك أمي؟ حاجتك بقى، عوض ما تجي تشق على أمك بالبيت اللي إلى عشرة أيام وشايفتك دغري رأسا ركضت لهون. لا أمي، هلا وصلت، قلت بشق على البيت وكنا بوشنا جايين لعندك. صدقيني مو هيك فاطمة؟ يا حوينت الحليبات اللي رضعتهم من صدري. أمي بترجاكي، شو كفرنا يعني؟ أصلاً فاطمة ما عاد شفنا وشها من يوم اللي رحت من هون من عشرة أيام. مرت عمي صار جاي لعنكم شي خمس مرات وعادت فيهم كمان. يلا خلونا نروح، اشتقت لطبخاتك أمي. يلا. بس أنا ماني طابخة أي شي اليوم أمي. لا مستحيل سدي هالشي، يعني ما في فطاير سبانخ؟ ما في. طيب مجدرة؟ قلت لك ماني طابخة، حاجة تجدب علي. عمي كبرت أنا، حاجة تضربيني. شو صفنان بذكرياتنا؟ الربيع كان بيجنن، مضينا أيام حلوة راحت عليه. لولا خطبة سليم ما كنت اجيت لهون أبدا. شوفي ليش ما بدك تجي؟ أصلا ما منشوفك إلا كل صيفية. يلا كريم قرب منهم شوي. تعاس بنزين؟ لا في معهم رجال، عيب ما بيصير هيك مراد. شو قلت بالله؟ I love you! I love you! لك حاجتك، فضحتنا فوت لجوا يا زلمة. يا الله شو هاد؟ ما في أحلى من هيك. ما عندك شي رفيقة؟ أنا؟ لا، وإنت؟ مو وقتها. وموضوع هذيك البنت البريطانية شو صار فيه؟ أحياناً بحكي معها على الإنترنت. إيه؟ يعني ما حبيت من هون؟ ما حبيت. ليش مريم ما بدأت زوجك ولا شو؟ ليكو سليم تورط المسكين، بدنا نشوف هلا رح يصمد الرجال ولا رح يبوس التوبه. اجوا الصبايا. لك شباك عود يا زلمه، ما رح تعال ابدا انت. لساتك نايم لهلا؟ بكفي قوم حبيبي. سليم سليم يلا قوم قوم، اجت الانسة مرام ابني. عم اقول لك قوم، المخلوقة صارت على الباب. يسرية سافروا اهلي؟ من زمان، طلعوا الصبح بكير بالطيارة. فوت حمام بسرعة لا تخليها تنطرى. جهزتي لي الشنطاية؟ ايه جهزتها، حطيت لك الطقم تبعك بالشنطاية كمان ليك تحت. ها؟ سليم مو معقول لساتك نايم؟ هلا كنت فايت اتحمم. طمني حبيبتي ما راح اتاخر. ما في داعي تخبي الجريده ست يسريه، شفتها من زمان. حبيبتي هن ما طبعوا كل الصور، المفروض كانوا يبينوا الكل فيها، ما تصورت معها لحالي. بعدين صار لها اسبوع، تتذكري هديك الليله كان عيد ميلادها لسوها ورحنا كلنا نحضر عيد الميلاد.
انت كنت مسافرة. انا ما بدي احكي بهالموضوع سليم، بترجاك فوت تحمم قبل ما تروح علينا الطيارة. يلا. اوف شو هالريحة هاي، ريحة مشروب قوية. اي ما شربت غير شوي على الاكل، اصلا ما طولت بالسهرة دغري رجعت. طيب انا رح استناك تحت. فات على الحمام كتير منيح، شنتايته جاهزة، حطيت له الطقم جواتها. ومبارح إمتى رجع البيت؟ شو بيعرفني؟ أنا بنام على بكير. ست يسرية، أنت ما بتنامي قبل ما يناموا الكل هون، قلي لي إمتى إجا سليم؟ لا تسأليني، إلي أنسى مرام، سألي سليم نفسه. أنا بظن ما رح يصلوا قبل ما تعتم الدنيا. أنت عازم حدا تاني من أنقرة؟ إيه طبعاً. فكرك ليش أنا عملت هالخطبة هون؟ لحتى يعرفوا مين ناسبوا. مزبوط. الأسبوع الماضي كانوا رح يفسخوا الخطبة. إيه لا، في حدا متصل بمرام وقايل لأنه سليم سهران مع بنات باليخت تبعنا. وطلع الحكي صحيح. وأنا كنيتي رشدان بابا. رشاد رشدان مانو أبي، بس رفعت رشدان هو. شو بك يا ابني؟ سليم له حصة بالشركة وأنا لا، طول اليوم وأنا عم أركض من هون لهون وهو قاعد عم يطق حنك مع البنات. بس قولي إن شاء الله يعقل ويحط عقله براسه. إذا بعيدة مرة تانية أبوه بيبهدله، لأنه ناوي يشارك أبوه. نبهي عليه إنه يبطل يتصرف بولدنة. ليش ما إلي أسهم بابا؟ خلاص اهدأ، بس نخلص من قصة الخطبة. حكي له أخي. بتراهن إنه عم يحكوا علي؟ هيك حاسس. أصحك تكون بتعرف شي وما بدك تخبرني. بمسحك من حياتي مسح منير. معقولة يا صهر؟ أكيد رح خبرك إذا دريت بأي شي. شو أحلف لك يعني لا تصدقني؟ رفعت قر 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 قر، شو قصتك أنت؟ عم تقروا علي من الصبح، شو عم تحكوا علي؟ يلا جايين. يسلموا إيديك. صحة وهنا. صار لازم روح أنا. لوين؟ لسه ما شفناك منيح. لازم مر على الورشة ضروري، بدي أشوف المعلم غالب. أوف كريم، ولا شو بدك تشوفه يعني؟ عد لك شوي، نستغل فرصة ومنسبح قبل ما يجوا أهلي. شو ما بدك ترد على الموبايل؟ سليم، أهلين عريس. شو وصلت؟ لا، أنا ومرام بالطريق رايحين على المطار. شو الأخبار عندك؟ الأخبار؟ حلوة كتير، تعجبك أكيد. تمام، خليني أشوفك المساء لكان. ببيتكم؟ اعذرني، مو جاي على بالي أشوفه لرشاد رشدان. لا طبعاً، بالفندق اللي رح ننزل فيه أنا ومرام، ما صار لهم زمان مفتتحينه بالضيعة. كل المعازيم حجزنا لهم فيه، نحن رايحين لهنيك دغري. ماشي، شوفك هنيك. سلم لي عليه. ديك، كريم بيسلم عليك، رح جيبه معي. لا مشان الله لا تجيبه معك. تمام، أكيد رح جيبه معي. أنا رايح. غليظ من يوم يومك، شو بعمل لك؟ ماشي، توصل بالسلامة. إمتى بتوصل طيارتك؟ تمام، شوفك المساء. مين كريم؟ كريم؟ يمكن كن حاكي لك عنه قبل هالمرة. أنا درست الابتدائية أنا وياه، يعني فيك تقولي صديق الطفولة، هيك شي. بشوفه بالسنة مرة، معلم حدادة بيشتغل بورشة هونيك. شفتي حبيبتي إلي رفقات من الطبقة الكادحة. فرحتني سليم. يا ريتك ما قلت له إني جاي معك. بشوف يا يعني، اليوم خطبته للزلمة، بده يشوف كل رفقاته حوالي. معناتها ببدل ثيابي وبرجع، وين منشوفه؟ أوتيل جنة كوين. آه. كنت حابب كريم أعطيك شغلة من عندي تلبسها، بس ما بظن إنه تجي على قياسك. مزبوط؟ يلا بخاطر. ناطرك. ميسر؟
شبك عم شمس صدري شوي، الشمس صحية كتير للجسم. شو هالضبضبة يا مرة؟ عم يطلعوا عليكي؟ مشان الله، ليش مين في هون غير الحيوانات؟ حتى انت ما عاد طلعت عليهم. رجع اقعد مكانك، صب لي كاسة شاي. فاطمة، تشربي شاي معنا؟ لا أخي يسلموا، شربت ببيت أهل مصطفى. شو قصتك أنت؟ كنتي قاعدة بحضن الزلمة؟ مشان الله مرت أخي، شو يعني هذا الحكي؟ شش، عم حاكيكي. مفكرة بتقدري تضحكي علي؟ بدك صدق إنك كنتي ببيت أم مصطفى؟ والله كنت هنيك وأكلت عندهم كمان. يعني ما رحتي معه تشقوا على البيت؟ إيه بلا رحنا، وشو فيها إذا رحت؟ حسستك ما عم تقولي الحقيقة. عن جد أنت صايرة ما بتنعطي وش أبداً. لا تبلشي مرت أخي. اسمعيني، لا تعملي اللي عملي قبل الزواج، بعدين بيتركك وما بيتطلع فيكي. أنتي صاير شي لعقلك؟ ديري بالك تفضحي أخوكي، لأنه ما حدا رح يقبل فيكي بعد هالعملة، رح تضلي بخلقتي. ميسر، شو عم تحكوا؟ ولا شي، عم ندردش. سألت عن مصطفى بس. أختك متغير عن أول، شافت حالها بعد ما خطبت. لكن يا عمي، ليش شو سوت لك المسكينة؟ هاي مسكينة؟ أنت المسكين والله. أختك ما أنا قليل منوب. ها هذا شوفير بيت رشدان. كيفك لمعي؟ يسلموا يسلموا، أنا منيح. كيفك أنت أخي إسماعيل؟ مرحبا. منيح. أهلا وسهلا. كيفك أختي؟ شرفتوا. تفضلوا اشربوا كاسة شاي. شكرا، ورانا شغل كتير. صرنا زمان ما شفناكم، وينكم؟ أنت بتعرفي الشغل اللي فوق راسنا، كنا مشغولين الفترة الماضية، فضينا لما سكرنا المزرعة. سمعنا بالموضوع. سمعنا بالموضوع. بلا وجع راس. مزبوط. من فترة إجا زلمة من عندكم كان بده جبنة. إيه صح، بعتنا على كل مزارع الضياع. لا، ليش فيك تلاقي أظرف من اللي عندنا أخي إسماعيل؟ مو معقول. أنا براهن على هالشي. لهيك اجينا لعنكم. رشاد بيك رح يساوي خطبة ابنه هون. ألف مبروك. هنن اجوا على الضيعة، وأنا اقترحت عليهم إنه نشتري السمنة والجبنة واللبن من عندكم. طمن أخي إسماعيل، ما رح نخذلك. خلي مصريات بيت رشدان بيك تفوت لجيبتنا، بلكي منشوف الخير على وشها. وهذا حكينا نحن، ناولها القائمة لشوف. بدنا إياهم يوم الخطبة. تكرم عينك، تاخذوهم ولا منجيبهم لهني؟ لا، الأفضل إنكم تجيبوهم لهني. بجوز ننشغل وما نكون فاضيين، ما بتعرفي شو بصير. ماشي ماشي، ما في مشكلة. وبدنا دبروا لنا ناس يشتغلوا بالمطبخ من عندكم، من أهل الضيعة كمان. أمنوا لنا كم مرة وبعتوهم لعند بيت رشدان. أنت بتأمر بتأمر بتأمر. حتى نحن بنيجي أخي إسماعيل، مثل ما بتعرف نحن بحاجة للمصاري، بدنا نجوز فاطمة. وهي إجت العروس كمان. ها؟ ما بصدق. هالصبية الحلوة أختك لمعي؟ إيه أختي. إيه. أخي إسماعيل، لا تخاف، رح بيض لك وشك قدام الجماعة، لا تاكل هم منوب. بلكي من هون وطالع بتشتروا من عنا. وليش لا؟ فرجينا همتك هلا، لا تنقصوا اي شيء، ها؟ لا تقصروا رقبتنا. ولو اخي اترك الشغل علي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. خاطرك لمعي. شرفتوا. مع السلامه. الله معكم. الله معكم. الله معكم، الله معكم. لك شو صار لك لمعي انت جنة؟ بتعرف شو معناتها بيت رشدان يشتروا من عنا؟ هذا هو رشاد بيك؟ هاد شوفيرو يا هبلة. شوفيرو شوفيرو، متخيلي هالشي؟ إذا هاد شوفيرو كيف هو؟ هيك العيشة بتكون، الله يلعن أبو الفقر. يلا خلونا نشوف شغلنا، ورانا شغل كتير. يلا مرت أخي مصطفى وأهله بدهم يزورونا. يتفضلوا يتفضلوا. ليكون بدهم يتعشوا، بظن جايين يحكوا بالعرس. خدي مراد معك وروحي بلشي شغل. يلا الضيوف ضيوفك انتي، انا مالي علاقة. ايه ماشي، ما حكينا شي.
مراد يلا حبيبي امشي معي. مستعدة تعمل أي شيء مشان مصطفى. ليكي هذا مشان هري الشعر. شوفي بتحطي منه قبل ما تتحمني، فهماني شو عم بحكي؟ رح اكتب لك شلون فيكي تستعملي على هي الورقة. ما في داعي تكتبي حفظتهم، ليش بينادوا لك ستي الحكيمة؟ هاد كان لقب امي الله يرحمها، كانت تشتغل نفس شغلتي. اصلا كل شي بعرفه تعلمته منها. الله يرحمها. مرة ما في منها بكل الضيعة شغلة. لو تشوفوها كانت مرة طول بعرض. اجت من غير ضيعة لهون وقعدت بهي الضيعة وهون تجوزت هي وهون جابتني إلي ومن وقتها ما فرقت الضيعة ولو لحظة. بتصدقوا هالشي؟ وبعد ما توفت أمي صاروا أهل الضيعة ينادوا لي ستي الحكيمة مثل ما كانوا نادوا لها هي. الحكيمة راحت والحكيمة يعني هاي هي الورثة اللي تركت لي إياها أمي. حلو في رجال أجنبي كان عايش هون كان ينادي لستوت مفكروا اسمي. هو فكروا إنه عم يدللني هيك. كان عم يخفف دم يعني. كل الناس هون بالضيعة بيعرفوني من وقتها بهذا الاسم. بتعرفي لو اجيتي عشتي باسطنبول رح تشتهري ورح تكسبي مصاري مثل الرز. ما أنا مشهورة هون حبيبتي. شو فكرك؟ أنا الشخصية الثانية هون بعد المختار وفكرتيني قليلة؟ ايمونا من المزح هلا وخلونا نحكي جد. أنا ربيت هون بنتي وعشت حياتي هون. أنت مانك متزوجة؟ ها ما لقيت علاج لهالشي عنست مثل مانك شايفة. بس عندي ولد بيسوى الدنيا كلها. هالشي مو معقول. هاد كمان ورثته عن أمي يعني أنا مربيته فهمتي هلا؟ مرحبا صبايا. أهلا. مرحبا. مرحبا أمي كيفك؟ هلأ كنا بسيرتك أنا والصبايا هون بساوي لي مناضة بالبراد. روح اشرب منه. أنا فايت اتحمم وطالع. سليم رفيقي ابنه لرشاد بيك رح يجي عبضي على المساء ورح ينزل بجنة كوين. إن شاء الله بتكفني. روح حبيبي. بالإذن صبايا. إذنك معك. إذنك معك. نرجع لموضوعنا. تتصلي فيني دغري إذا ما استفدتي من الخلطة وإذا استفدتي كمان تصلي لأبعت لك مرة تانية. شكراً إليك بخاطرك. الله معكم. كريم رح ترجع تتعشى بالبيت حبيبي؟ ما بعرف وقتها شو بيصير معي. طيب ماشي. كنت رح اقلي بطاطا بس طالما رايح ما رح ساوي شي. لا لا ما في داعي. يسلموا ايديكي. مين رايح معك؟ الكل معزومين؟ انا رايح مع مراد رفيقي. ها البقايا منلاقيهن هنيك. مراد هذا يلي كان معك بالمدرسة الابتدائية هون؟ ايه. وعثمان كمان جاي. كتير حلو والله. كل الزعران رح يجوا لكان. لشو هالحكي هلا؟ شفت؟ جمعنا كلياتنا هون لحتى يستعرض قدامنا بالطيارة الواطي. والآن يتنفتح بوابة الطائرة لينزل الأمير سليم رشدان وخطيبته من على متنها. هدول مهابيل.
ويلقيان التحية على الشعب. حاجة مشان الله. هذا موبايلك؟ ما رح رد. معناته حطه على الصامت. رح حطه. شوف إذا مالك حابب ترد عليها سجلها على الموبايل. كارثة. كارثة واحد، كارثة اثنين. أنا عندي الكارثة رقم 7 ما أنا حابة تحل عني بنوب. كارثة رقم 7؟ معلومك كريم، بتضل شهر لتطبق البنت وشهور لحتى تخلص منها. بس الموبايل مو إلي أنا، لسليم بيحطه معي بهيك ظروف. كل ما تكون خطيبته معه بيدبسني فيه لحتى هي ما تكشفه. شو رأيك تعطيني رقم؟ والله شو؟ أنا حابب أعمل خير وخلصه لسليم من هالكارثة، يعني كارثة 8. ها كيفكم؟ شو أخبارك؟ منيح. ما شو كل هذا؟ مرام ما فيها تطلع بالسيارة. كريم؟ أهلا وسهلا. حاليان يا درسان، دير بالك من الصبايا. شو أخبارك؟ تعي حبيبي، وهاي هي خطيبتي مرام. طبعا من أهم ميزات لهالبنت أبوها بيكون عضو بالبرلمان هون. مراد تعرفت عليه من قبل. مرحبا. مرحبا كريم، بظن حكيت لك عنه. اهلا وسهلا، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. يلا. كريم، سلام. دير بالك لا توع، انت مالك حسنان تمشي ابدا. شو صار؟ ليش عامل بحالك هيك يا ابني؟ شلون عم تسوق السياره وانت بهالحاله؟ شو الحل يعني؟ شي يوم رح كسر لك راسك، عم تفهم؟ بتموني امي. رح نبه على المعلم غالب ما يعطيك السياره مره تانية بنوب. ما بتنعطى وش؟ مو على اساس المره الماضيه وعدتني ما تسوق انت سكران؟ ماشي، انا كثير اسف. قرب لهون لشوف. لا تكون متعاطي شي مخدرات معه. شو متعاطي حبوب؟ هدول الجماعة ما في شي بعيد عليهم. لا أمي بترجاكي. راسك عم يوجعك؟ طيب أنا هلأ رح ساوي لك فنجان قهوة لتصحصح. لا أمي ما في داعي للقهوة، أنا هلأ بصحصح لحالي. قلي لشوف كريم، شفت خطيبته لسليم؟ كيف كانت؟ والله بينشفع عليها اللي رح تتزوجوا لسليم. هدول أنا بحبهم كتير. صحتين، عملتهم خصوصي مشانك. شفت وتتوصى بعمة وبس وأنا ناسيتني. عملتلك بوزة أنت كمان. ها يسلموا دياتك. جيبي مع القشطة وتصير طيبة أكتر بالقشطة. أنا لا تحسبي حسابي يا بنتي. عريسك بالأول وبعدين أنا. لا ولو أنت بالأول. يسلموا دياتك يا بنتي. يسلموا. أنا ما بدي، أكلت حد كتير بخاف تضرني البوزة. ما راح أضرك مرت أخي، ضيفي أخوكي بحب الحلو. يسلموا أختي. قاعدي يا بنتي وحاجة تحوصي، والله دوختينا. ضروري تساوي هيك لتعبي عينكم، بعد الزواج بتشوفي قديش الشطورة بنتنا زاهدة خانم. نحن كتير حبيناها لفاطمة، مستحيل نتركها. يسلموا دياتك. اسكب لك كمان؟ لا يسلموا. ايه خلونا نحدد موعد العرس. ايه مزبوط، بمجرد ما نخلص من البيت
بكره رح وصي على سيراميك للحمام والتواليت. بس لسه البيت بده كتير ليجهز، ما بصير هيك مصطفى؟ انا بقول خلونا نتمهل. قبل يومين شفنا للبيت، ما هيك؟ اهو بده شهور ليجهز، دوبه على الربيع الجاي لحتى يجهز على المزبوط. لا لا، بنهايه الصيف بيجهز. مصطفى رايح بعد يومين، بس يرجع من رحلة الصيد بالبحر هالمرة رح ضل وراه ليخف ايده شوي لحتى يخلص البيت بسرعة. ان شاء الله الاسبوع الجاي بننزل على السوق لنقي فستان العرس. ما في داعي تشتري فستان جديد، بعطيها فستان عرسي كل ليلة. معقول هالحكي؟ بشتري له احلى فستان. خليه يشتري له جديد، احسن كل شيء يكون جديد فالحلو. انا بقول ما في داعي تعملوا عرس، خليهم يطلعوا شهر العسل ينبسطوا وخلصت القصة. وليش بلا عرس؟ هي اول فرحتي، اسمعوا على هالسمعة. طبعا رح نساوي عرس صغير على قدنا، منساوي بجنينة عنا. حلو كتير. اخو لمعلمي عنده صالة افراح على الشط، شو رأيكم نعملها هني؟ بتفق معه وبحجزها. وليش كل هالمصاريف؟ اسمع مني، بدل ما تحط هديك الحسبة صرفهم على البيت. والله انا ولمعي ما عملنا عرس. وقتها ابي ما صار له كتير متوفي، كنت حابب احتفل، ما صار لي. والله شو بدي ساوي، ما صار لي. هيك الدنيا، الله يرحم امواتنا. أكترية أهل الضيعة أخدين أراضي ببلاش وما دفعوا ولا فرنك، وخصوصاً اللي إجوا من الجزيرة أخدوها بدل أراضي. هاي الأراضي كانت تعويض عن أراضيهم مو ببلاش. بس الأراضي اللي هون أغلب كتير من أراضيهم، ما هيك؟ يعني حجم الأراضي اللي أخدوها هون أكبر من هديك. أحكي لك شي كلمة منير؟ إيه مزبوط، هنن عم يرعوا الغنم قريبة من الشط وعم يزعجوا السياح كتير. خلال هاي الصيفية وصلنا أكتر من 12 شكوى ضده. إيه بالله؟ أنا مليت، خلينا نقوم قبل ما تفعى مرارتي. اصبر لك شوي، خلينا نعطيهم أراضي فوق على التل، يعني مبادلة مرة تانية. إيه بيصير، أنا مفكر نبني كم معمل على هاي الأراضي، يعني فينا نفوت شراكة أنا وياك بهالمشروع. لحظة، برأيي رح تنزعوا المنطقة، أنا كتير بحبها. شو عم تحكي ندخانو؟ هالمعامل على الطريقة الأوروبية، يعني فيك تقولي إنها رح تكون معامل صديقة للبيئة، هيك شي؟ إيه ما رح تأذي. أنا بتسمحوا لي بالإذن. إيه وأنا كمان صار لازم أقوم شوف الضيوف برا، بتصور لازم يلاقوا حدا يستقبلهم، ما هيك بابا؟ إيه طبعاً طبعاً حبيبي، روح شوف ضيوفك أنت. بجوز ما أرجع لهم، شوفكم بعدين. ماشي حبيبتي، روحي معه. لا تاخدوا سيارة، خلي الشوفير ياخدكم ويجيبكم. بالإذن، وأنا كمان فايت نام، تصبحوا على خير. تصبح على خير. رمزية، شو رأيك لو ناخدها للست ندى ونفرجيها على المشتل؟ ايه طبعا، دعي خلينا نفرجيكي على مشتل الست بيسان. خلونا نروح، ان شاء الله دايمي. شو كنا عم نحكي؟ تذكرت. ما تنسى انه هالاراضي لساتها مو منظمة. لا هن رح يستفيدوا منا ولا نحنا. تقصدوا بعد ما يصدر القانون؟ إيه بجوز يتغير كل الوضع هون. وهي أنت قلتها. مدام هيك خلونا نشوف هالأراضي، وبعدها بيصير لك الحادث حديث.